السلام غزال ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا ما تمنيتوا في حياتكم. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده راح نحضر معكم اليوم. سمحوا لي حيت زربت عليكم، حيت الوصفه هذه بغيت نحضرها معكم راه زوينه على البنات، ماشي ديال الوجه ولكن ديال اليدين، كتخلي لنا يدينا زبيونين وبيضين وكتحيد لنا حتى الكحوليه اللي كتكون في يدينا. وتا المنطقه الحساسه، هذه الوصفه اللي غنحضرها معكم تا المنطقه الحساسه استعملوها على البنات، مثل العنق، البنات اللي كيكونوا مضرورين بزاف العنق ديالهم بالشمس، جيت البيطان، جيت الفخذين على البنات، المنطقه الحساسه هاد الوصفه هادي غزاله، كننصحكم انكم تستعملوها، ولكن ماشي الوجه ابدا، الوجه لا، المنطقه الحساسه على البنات. اول حاجه غادي نستعمل معكم هاد الوصفه هادي دابا، اول حاجه غادي ناخذوا اناء، اي اناء كان عندكم في الدار كما كان، وغادي ناخذوا على البنات بيضه، نهرسوا هاد البيضه هادي، بسم الله، غناخدو صفار ديال البيض، صفار ديال البيض البنات، ناخدو صفار ديال البيض كما كتشوفو، وغادي ناخذو نسكافي، انا كنسهل لك نسكافي، غناخذو معلقه كبيره، مابقاتش ليا بزاف، دابا تقريبا معلقه كبيره، نخلطو هاد النعار الصغير ديال شويه بنات على هاد الصداع هذا، نخلطو مزيان، شو دابا غادي ندير البنات الخل، معلقه كبيره ديال الخل، شو وغادي ناخذوا البنات معلقه كبيره ديال الطحين، الفورص، فورص رطب، عندوش فورص مثلا مبغاش الواحد يدير الفورص يدير النشا، تا هو نتا النشا زبون، نديرو معلقه كبيره، نخلطو هاد المكونات مزيان مزيان البنات، ريحة القهوة على البنات ريحة زوينة، شوفوا البنات كيفاش كيجي، شوف دابا غنطبقو على يدينا، شوف بسم الله، وتا على المنطقة الحساسة على البنات، هادي تنقولو ليها تبريمة، تبريمة البنات، تبريمة.
ما عرفت التليفون مالو. شوف اديروا البنات على كوش وحده باش ملي غادي تبغي تبرمو تجيكم ساهله التبريمه. شوف انا غادي نعاود ندير المنطقه الثانيه وغنرجع لكم. دابا غنخليها تتكرم في يديا ونرجع معكم باش نبرموها. صافي الغزاله ديالي شوفوا بعد ما شدات بلاصه وكرمات دابا غادي نبرموها بحال الطريقه. بريم على البنات هكا غادي نبرمها. هاد الوصفه استعملوها البنات اللي كيعانيو من الكحوليه ديال اليدين ودابا الشمس راكم عارفين ضروري بنادم ما غادي يكحل تجي للدار دير هاد الوصفه هادي ساهله وماهله. نبقى نبرم هكا شوف شو البنات واعره واعره هاد الوصفه هادي. تبركي هكا ديالي. سمحوا لي ما كملتش معكم التبريمه لحقاش طفى لي التليفون. شوفوا النتيجه على البنات النتيجه غزاله بعد ما غسلت يديا. كنصحكم بانكم تستعملوها حتى المنطقه الحساسه غتهنيكم الكحوليه استعملوها راه زوينه غتعطيكم نتيجه 100% وبالزربه. ان شاء الله مازال غنعطيكم حتى التبريمه ديال لابو ديالنا واحد الوصفه لي زوينه ان شاء الله هاد الايامات غادي نلوحها في القناه. مرحبا بالناس الجداد ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش اي حاجه توصلكم. ومرحبا حتى بالناس القدام اللي عندي ديجا حتى هما كنشكرهم بزاف وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا على الثقه ديالكم. وان شاء الله ما غاديش نخيبكم دائما غنبقى نحط لكم الجديد شي حاجه اللي غزاله وصفات منزليه شحال من حاجه غنديرها في هذه القناه بشويه بشويه وغادي تكبر هذه القناه بكم ان شاء الله. وتهلاو براسكم تنتلاقاو في فيديو جديد. بالسلامه عليكم باي باي. ما تنساوش تكتروا البنات من لايك. باي باي.